العراق يضع أقدامه على الطريق الصحيح للانطلاق. نحن نعترف أن هناك عقبات لا زالت قائمة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للقيام بمشاريع كبيرة وواسعة يحتاجها العراق لإعادة إعمار نفسه وإعادة المؤسسات والخدمات وتنشيط الاقتصاد العراقي. لدينا خريطة واسعة للاستثمار في العراق. هذا التدمير للأصول للموجودات للبنى التحتية في العراق يفتح المجال واسعاً أمام شتى أشكال الاستثمارات وفي كافة القطاعات. العراق لا يريد أن يكون اقتصاد السلعة الواحدة، لا يريد أن يكون اقتصاد الاعتماد على القطع الأجنبي فقط. العراق يريد أن يعود إلى دورة اقتصادية سليمة بكافة أركانها وتنشيط كافة القطاعات الحقيقية والحيوية في البلاد كالزراعة والصناعة والخدمات وكافة ما نحتاجه من مشاريع ارتكازية وبنى تحتية. لا نريد الاقتصاد اليوم أن يكون فقط اقتصاد دولة. نريد للاقتصاد العراقي اليوم أن يعتمد أساساً على المبادرات الحرة